شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج بتطلب للعمل بكبرى شركات تمديد الكهرباء بالمملكة العربية السعودية الوظائف التالية: عدد 12 مشرف كهرباء، خبرة في الإشراف على مشاريع الكهرباء، ويفضل من عمل بالسعودية وله خبرة في العمل بنظام العقد الموحد، عدد 8 فنيين كهرباء كابلات، جهد عالي ومتوسط ومنخفض، عدد 15 كهربائي توصيلات لا يشترط المؤهل ويفضل إجالة القيادة ولديه رخصة قيادة، على الجميع أن يكونوا خبرة بنظام العقد الموحد. ترسل السيرة الذاتية على الإيميل والأرقام التالية: عنوان مقر الشركة 1127 كورنيش النيل بجوار مبنى الإذاعة والتلفزيون مسبيرو القاهرة.